قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة إلى الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، وكان في استقبال معاليه سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان واللواء الركن بحري عبد الله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. في بداية الزيارة اطلع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على سير تنفيذ الخطط التطويرية لبرامج الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، كما تم بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتحديث البرامج التدريبية المتخصصة والمرتبطة بالشؤون الدراسية سواء النظرية أو العملية، والتي من شأنها الارتقاء بجودة التعليم والتدريب بالكلية. بعد ذلك استمع معاليه إلى بحث متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي قدمه عدد من الضباط الدارسين في دورة الدفاع الوطني الثانية ودورة القيادة والأركان المشتركة 12، والذي تضمن محورين رئيسيين هما الاقتصاد المعرفي وفلسفة الذكاء الاصطناعي، حيث أشاد معاليه بما قدمه الدارسون من معلومات قيمة وفي طريقة عرض وتقديم البحوث العلمية المتخصصة في هذا الشأن الحيوي. أولاً يسعدني أن أنقل لكم تحيات وتقدير سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى، وأتقدم بالشكر للأخوان المسؤولين في الكلية وفي القيادة العامة على ما يقومون به من جهد لرفع مستوى الكفاءة والعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. المهم في كلياتنا الموجودة إن شاء الله وهيئة الركن تدرس الاحتياجات والتطبيقات العسكرية أولاً والأمنية وتأثيرها على هذا النوع من العلم إذا دخلنا فيه. المؤسسة العسكرية ما يجب تدخل في مشروع معين إلا هي قادرة أن تدافع عن نفسها فيه. توجيه جلالة الملك كان للقطاعات المدنية، وطبعاً إحنا المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية الموجودة ابتدت تطبق هذا الشيء. إلا النصيحة الرئيسية في البحوث أن كيف نحافظ على المعلومات أولاً، وإلى أي مستوى هذه المعلومات إحنا ندخل فيها، وكيف نستخدمها في حماية المؤسسة العسكرية أو في تحقيق الخطط العسكرية أو في إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية أو في مراجعة التهديد. الموقف اليوم هو يهمنا كلنا، الموقف العسكري والموقف يمكن الاستراتيجي اللي حاصل في المنطقة بعد هذه التهديدات الأخيرة اللي زادت على دولنا من نفس المصدر، مصادر التهديد ولو يعني الجغرافيا تختلف أحياناً لكن المصدر هو واحد. إن شاء الله إحنا باستعدادنا وبعلمنا وبتطوير قواتنا المسلحة الموجودة في المنطقة قادرين ندافع عن أوطاننا وعن ديننا وعن أبنائنا وأراضينا وجميع المنجزات اللي أنجزت اليوم في هالبلدين. إحنا في مملكة البحرين منضمين لأكثر من 5 تحالفات اليوم، تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قائمين بجهد كبير إن شاء الله، والخطوة اللي تمت ولله الحمد إن شاء الله بداية سلم بين الأخوان، وإذا اتفقوا هم أخواننا في اليمن على إجراءاتهم الداخلية إن شاء الله اتجهين إلى تحقيق السلام. الحرب أو الاستعداد للحرب أو المشاركة للحرب الهدف الأساسي منه أن كلنا نعيش بسلام وياهم. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه الدورة. وخلال الزيارة رأس صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اجتماع المجلس الأعلى للكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني والذي عقد في مبنى الكلية، حيث أوضح معاليه أن مسيرة قوة دفاع البحرين في ظل الرعاية الدائمة والاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه قد تحقق بفضلها العالم
العديد من الإنجازات الكبيرة على المستويين القتالي والإداري، وسعيها الدائم والمستمر بكل جهد نحو تنفيذ عملية التطوير والتحديث لمختلف المناهج العلمية في شتى الصروح التدريبية العسكرية. أكد معاليه على أهمية الدور الذي تقوم به الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني في مجال التعليم العسكري العالي، والذي يهدف إلى إعداد ضباط مسلحين بكافة متطلبات العسكرية المعاصرة على المستوى الاستراتيجي، وسعهم للمساهمة في متابعة عمليات التحديث والتطوير المنشودة، والذي بدوره سينعكس أثره الإيجابي على عمليات تنفيذ الواجبات لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. أضاف صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن قوة دفاع البحرين تهتم اهتماما كبيرا بتطوير برامج ومناهج الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني ورفدها بالعنصر البشري المؤهل أكاديميا وعسكريا، والعمل بشكل متواصل ودائم على رفع قدراتهم ليكونوا قادرين على التعامل مع آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في المجال التعليمي العسكري، متمنيا معاليه للقائمين على الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني التوفيق والسداد وتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالبرامج التدريبية المتخصصة والمرتبطة بالشؤون الدراسية سواء النظرية أو العملية الخاصة ببرامج شهادة الدفاع الوطني. حضر الزيارة عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.